السيد شكيب شنان خبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك. وينضم إلي أيضا عبر خدمة سكاي بروفيسور محمد وتد، باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي وعميد كلية الحقوق في صفد. أهلا ومرحبا بك معنا. دعني أبدأ معك من قرار إلغاء المحكمة بند المعقولية، ولا يقل أهمية أيضا القرار بأغلبية بأن المحكمة لها الصلاحية بأن تلغي قوانين أساس في إسرائيل. ألا ترى بأن توقيت القرار يضر بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ويلقي بظلاله على الجيش أصلا؟ أنا ما كنت بربط بين الاثنين، مع أنه في بعض السياسيين اللي بيحاولوا يربطوه كأنه قرار المحكمة جاء بتوقيت مغلوط. هلأ كل قصة أو كل قضية خطة التعديلات القضائية كما يسميها وزير القضاء باتت يعني رهن الماضي منذ بداية الحرب، ولا أعتقد أنه راح يكون في هناك محاولات، أو حتى لو كان في محاولات من قبله ما بعد الحرب لن يكون له القاعدة الجماهيرية والسياسية ولا حتى الدعم المطلوب من قبل يعني مراكز القوى في السياسة الإسرائيلية بشكل عام وفي حزب الليكود حتى برئاسة بنيامين نتنياهو. فقرار محكمة الدنيا جاء لي يعني يغلق فجوة، يعني قام وزير القضاء بفتحها بشكل غير منطقي وغير معقول، وبعتقد الكل كان متوقع قرار المحكمة حتى قبل تسريب مسودة القرار منذ أن سمعنا يعني. ولكن بروفيسور واتد، ماذا عن التوقيت؟ التوقيت الكل كان عارف أنه القرار سيعطى آجلا أم عاجلا في حد موعد أقصاه 16 يناير. المحكمة بعد ما قاموا بتسريب بطريقة أو بأخرى، ما بعرف هلأ مين اللي سرب القرار، قامت بالتعجل من أجل نشر القرار في 1 يناير 2024، وتاريخ رمزي هلأ سيكون. الوجود إسرائيل في حرب لا يمنع إعطاء القرار، المحكمة مجبورة تعطي القرار في أن قاضيتين، القاضية بارون ورئيسة محكمة العدل القاضية استرهرتو، اللي خرجوا للتقاعد ومجبورات يعطوا القرار، يوقعوا على القرار حتى تاريخ أقصاها 16 يناير، فلذلك ما في كان محالة. على فكرة القرار المهم قبل هذا القرار اللي أعطي عام 1995، ما يسمى أسبقية بنك مزراحي اللي كان رئيس المحكمة آنذاك أهرون براك، وكانت يعني الثورة الدستورية الأولى لما قررت محكمة أن لديها الصلاحية بإبداء القوانين، أعطي 4 أيام بعد اغتيال يتحق رابين. فيعني المسألة لا تتعلق في وجود أزمات حرب وتراجيديات بهذا الشكل أو آخر، هناك المحكمة موجودة يجب علينا أن تعطي قرار. يعني كان بالحري إذا بدنا نحكي عن التوقيت أنه يجوا السلطة التنفيذية في إسرائيل ممثلة بحزب الليكود ووزير القضاء ويطلبوا من المحكمة، بدل ما يطلبوا منها تأجيل القرار، يعني عن إبطال القانون مشان يوحدوا صفوف الشعب. هلا ما اجوا عملوا هذا العمل، انما اجوا قالوا تعالوا تنأجل القرار لانه ما عارفين ايش راح يكون القرار، يعني هم عملوا العمله واجيبكم عليها قبل لا يطلع القرار. طيب. هذا كان تلاعب سياسي حسب رايي المتواضع طبعا، رخيص ولا يليق. طيب. بمحفل مثل هذا المحفل. سيد شكيب، في البعد السياسي هذا القرار له تداعيات ليس فقط على الحرب إنما أيضا على المستوى الداخلي. إلى أي مدى هذا القرار من شأنه أن يعيد الاحتجاجات في إسرائيل في خضم الحرب القائمة أصلا على جبهتين أو أكثر أو على حتى 6 جبهات؟ أول شيء مساء الخير للمشاهدين، مساء الخير أستاذ محمد، لك معزة كبيرة. بالنسبة للوضع السياسي لن يكون في هذه المرحلة أي تأثير سياسي على نتيجة القرار. اليمين الإسرائيلي المركب للحكومة متحد في موقفه ضد قرار المحكمة، وهنالك عنصر واحد في داخل الحكومة وجوده أو عدم وجوده بطل فيه له قيمة فعلية، وهو بيني غانتس الوزير غانتس وحزبه، هم الوحيدين الذين ينادون بوجوب احترام القرار. بقية أحزاب المركبة للائتلاف لم تتحدث عن احترام القرار، بل حاولت كما سبق وتفضل البروفيسور محمد وتد، حاولت أن تذهب إلى عدم ملائمة الوقت لإصدار القرار. القرار هو حقيقة 12 قاضي في محكمة العدل العليا
أصدروا قرار بإمكانية أو قدرة محكمة العدل العليا على التدخل لإلغاء قانون أساس، وثمانية من 15 قاضي هم الذين أخذوا القرار فيما يتعلق في حجة المعقولية. القرار أصبح حقيقة، شاء يريب ليفين أم لم يشأ. قضية الاستمرار في عملية التصحيح أو القضائي مستقبلا أصبحت أمر غير وارد، يعني حتى إذا بده يذهب الكنيسة إلى اتخاذ قانون يلغي هذا القرار، قرار المحكمة هذا، فهذا لن يجدي نفعا. محكمة العدل العليا أخذت قرار واضح، وهي أبقت على وجودها وعلى قضية يعني ما يسمى فصل السلطات في دولة إسرائيل. طيب. السلطة القضائية لا تزال تلعب دور مهم جدا في أمرين أساسيين: الأمر الأول الحفاظ على حقوق الإنسان في داخل دولة إسرائيل، والأمر الثاني الحفاظ على ديمقراطية دولة إسرائيل، بما معناه أنه الأغلبية هي التي تأخذ القرار، ولكن يجب أن يكون هناك من يردعها في حال تمادت في عملية اتخاذ قرارها، وهذا ما جرى اليوم. هذا صفعة كبيرة، أولا لوزير العدل، ثانيا لحكومة اليمين، وثالثا عبارة عن رفع علم الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية. طيب. بروفيسور وتد، قلت قبل قليل بأنه في عام 95 يعني أيضا تزامن قرار ما يسمى قرار حكم بنك مزراخي، وهو من أهم قرارات الحكم في إسرائيل، تزامن أيضا مع موعد أو فترة اغتيال يتحك رابين كما ذكرت. إذا ما ربطت هذا الحدث وما حصل اليوم، هل ترى بأن المحكمة استغلت يعني وجود إسرائيل في حالة حرب، وكان يعني دعنا نقول قبل هذه الحرب كانت هناك خشية من ما يسمى دولة البيبيزم وجمهور نتنياهو من اتخاذ أي قرار، استغلت الهدوء في داخل الشارع وفرضت القرار على الشارع الإسرائيلي؟ أنا لا أعتقد أن هي مسألة مصادفة مأساوية، أحيانا أركز على كلمة أو مصطلح مأساوية أو تراجيدية، لأنه كمان مرة يعني هالحرب مش راح تنتهي كمان أسبوع ولا كمان أسبوعين، وأجلا معجلا 16 يناير كان سيأتي، والمحكمة مجبورة أن تدلي بقرارها لحد 16 يناير. إذا ما لم تكن للمحكمة أن تدلي بقرار لحد 16 يناير سيكون هناك أزمة دستورية أخرى، لأنه قاضيتين اللي جلسوا في هذا الملف لن يستطيعوا في 17 يناير صباحا أن يوقعوا هذا القرار، بمعنى أنه يجب تعيين قضاة جدد اللي يجب عليهم استماع للقضية من جديد. ألم تكن المحكمة تخشى قبل هذه الحرب من ما يسمى دولة البيبيزم وجمهور اليمين المتطرف؟ لا ممكن، ولكن الفرق بين المحكمة والسياسيين، المحكمة يعني لا تبادر بأعمال، إنما هي يعني لديها المساحة الخاصة فيها، هي تكتب فقط قرارات محكمية، لا تدلي بتصريحات للصحافة، لا تشارك في مؤتمرات سياسية، هي لا تجلب القضايا إلى أبواب، إنما القضايا تأتي إليها. ولذلك بطريقة أو بأخرى التاريخ كان واضح وصريح، تقديم التاريخ لواحد واحد هو كان أمر مهم بعد ما كان فيه هناك تسريب لمسودة القانون. على فكرة أنا بدي أصلح معلومة، أنا بلشت قريت كل القرار 700 وشيء صفحات. القاضي الرون اللي كان من ثلاث قضاء اللي البارزين اللي قالوا انه المحكمه على ما يبدو ما عندها الصلاحيه ان تبطل قوانين الاساس، وقال انه في امكانيه في حالات قصوى وخارج عن القاعده انه المحكمه، ولكن احنا ما بنحكي عن هاي القضيه، فلذلك وما بث في القضيه. يعني حتى القرار هو ليس 12-3 انما 13-2 اذا ما كنا اردنا التدقيق، بل اكثر من ذلك. في جوهر الموضوع في كل ما يخص حجه المعقوليه، الكل بيتحدث انه القرار 8 امام 7 قضاه، لا هو 8 أمام 11 أمام 4 قضاء، لأنه من القضاء اللي قرروا عدم إبطال حجة المعقوليين، يعني هناك غالبية القانون بطريقة ضيقة مشان يتفادوا موضوع الإبطال، لكن أثبتوا أنه هناك في مس في الأمور الجذرية المهمة في دولة إسرائيل كدولة دستورية.
فلذلك في هناك إجماع كبير على المشكلة. يعني كبر هو اللي بناه هو وزير العدل وأري درعي على فكرة، يعني في الطريقة المجحفة جدا والواسعة جدا اللي سنوا فيها هذا القانون. طيب سيد شكيب، يعني هناك من يرى بذلك انتصار لمعسكر المركز واليسار أو المعسكر الذي يحارب بنيامين نتنياهو، ولكن يعني المسؤولية تقع على عاتقهم، يعني خرجوا بكل تصحيح قالوا نحن الآن منشغلون في الحرب ولا نريد فتح حرب أخرى، ولكن ألا ترى بأن هذا القرار كشف النقاب على أن إسرائيل منقسمة وأن الخلافات الداخلية أكبر بكثير حتى بعد 7 أكتوبر؟ بدون أدنى شك، يعني الانقسام موجود في دولة إسرائيل شئنا أم أبينا. يعني 7 أكتوبر أوقف عملية الخلاف الذي كان موجود، ونحن نعلم أن محكمة العدل العليا، انعقاد محكمة العدل العليا أو قرار الرئيسة حيوت الذهاب إلى مناقشة الموضوع واتخاذ القرار به هو تعبير واضح عن الوضع الموجود والاستياء الموجود في داخل المجتمع الإسرائيلي. ويجب ألا ننسى أن نفس محكمة العدل العليا التي أخذت هذا القرار هي من نفسها التي أخذت القرار بالسماح لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاستمرار في مزاولة مهامه رغم وجود لائحة اتهام ضده. وهذا الأمر يعني له بعد كبير من ناحية المجتمع الإسرائيلي. في نهاية المطاف الوضع السياسي الموجود حاليا، يعني حتى رئيس الكنيسة أمير أوحانا قال بشكل واضح إحنا لن نذهب الآن إلى مناقشة هذا الموضوع، لن يكون لدينا رد، سنكتفي باحترام وجودنا في حالة حرب. يعني حالة الحرب هي ملاذ اليمين من أجل عدم الدخول إلى غياهب التصادم مع المركز واليسار في هذا الموضوع. بروفيسور وتد، باقتضاب لو سمحت، سؤال هام جدا، هل توقيت القرار في مثل هذه المرحلة في هذه الحرب هو لإعادة هيبة المحكمة وخشية إسرائيلية من محاسبة ومعاقبة على جرائم حرب دولية، لذلك يعني تقصد إعادة هيبة المحكمة من خلال هذا القرار؟ القرار بطريقة أو بأخرى يعيد للمحكمة هيبتها، هذا واضح وصريح، هذا أهم قرار في تاريخ دولة إسرائيل منذ قيامها، وأعتقد أنه أهم قرار سيكون في تاريخ دولة إسرائيل لكمان 100 سنة لقدام. لا، كل ما يخص الحرب لا أعتقد أنه هناك في أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين موضوع الحرب أو ما يتم أو ما يجري في الحرب لبين قرار المحكمة. دكتور عنان وهبي، لم يعني ألمح لي قبل قليل يعني بهذه الخطوة، يعني لربما يصب في مصلحة الجيش. أنا لا أعتقد هذه التحليلات، يعني إذا ما في عنده الدكتور عنان وهبي معلومة أعلم عنها. أشكرك جزيل الشكر.